إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين. ما زلنا في باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة وموضوعنا اليوم إن شاء الله نتحدث عن طهارة المكان والثوب ومواضع لا يصلى فيها وصفة الثوب في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. قوله رحمه الله: وطهارة البقعة للصلاة، أي لأجل الصلاة، ولو نافلة واجبة. والمراد بالبقعة مكان المصلي، قال: وكذلك طهارة الثوب، للصلاة واجبة. نعم، لحديث أبي هريرة في بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهراق على بوله ذنوبا من الماء. قول طهارة البقعة للصلاة واجبة، لحديث أبي هريرة في بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهراق على بوله ذنوبا من الماء، أي دلوا. قوله: وكذلك طهارة الثوب، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، ولحديث جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. رواه أحمد وابن ماجه. وحديث الأمر أيضا بغسل المذي. وحديث خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وأحاديث الباب كثيرة. نعم. قال رحمه الله: فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة. فقيل إن ذلك، أي التطهير، واجب وجوب الفرائض. قال أبو الحسن: قوله وجوب الفرائض أي مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. قال: أي مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان. وعليه: فمن صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها أعاد أبدا، وإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت. وعلى القول الثاني: يعيد في الوقت مطلقا، نعم. قوله رحمه الله: فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض،
لما تقدم من الأدلة، وقيل وجوب السنن المؤكدة لحديث عبد الله بن مسعود في قصة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهم سل الجزور على ظهره وهو ساجد لا يرفع رأسه، متفق عليه. وحديث أبي سعيد الخضري وأنس وابن عباس وعبد الله بن سخيب وأبي هريرة بن سعود في خلقه صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، نعليه في الصلاة. أي نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر المواضع التي لا يصلى فيها، المواضع التي لا يصلى فيها. قال رحمه الله: وينهى عن الصلاة في مآطن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. قال رحمه الله: وينهى عن الصلاة في مآطن الإبل. المآطن هي مبارك الإبل عند الماء وما تقيم فيه وتأوى. مآطن الإبل هي معاركها، معارك الإبل عند الماء. نعم. ومحجة الطريق أي قارعة الطريق، قارعة الطريق. وظهر بيت الله الحرام أي الكعبة. والحمام بفتح الهاء وتشديد الميم ثم ألف وآخره ميم، هو المكان المعد بمائه الحميم للاغتسال. الحمام بفتح الحاء وتشديد الميم ثم ألف وآخره ميم هو المكان، الحمام هو المكان المعد بمائه الحميم للاغتسال، وجمعه حمامات. وجمعه حمامات. قال: حيث لا يوقن منه بطهارة، لا يوقن منه طهارة. نعم. معناه أن الصلاة في داخله مكروهة. لماذا؟ لعلة غلبة النجاسة. ولذلك ولو أيقن أي المصلي بطهارة موضع منه انتفت الكراهة وجازت الصلاة. قوله رحمه الله: والمزبلة. المزبلة بفتح الميم والباء، وهو مكان إلقاء القمامة. المزبلة هي مكان إلقاء القمامة، مكان إلقاء القمامة. وقوله رحمه الله: والمجزرة بفتح الميم أيضا، أي المكان الذي تجزر فيه المواشي، أي تذبح أو تنحر. المجزرة هي مكان الذبح أو النحر، أو النحر. وقوله: ومقبرة المشركين. المقبرة مثلث، هي موضع القبور، موضع القبور. وقوله رحمه الله: وينهى عن الصلاة في مآطن الإبل ومحجة الطريق إلى آخره، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة
والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومآطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام أو وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي. قال عبد الله بن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومآطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. رواه الترمذي وضعفه. قال الترمذي: ليس بالقوي. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. أجمعوا على ضعفه. لماذا؟ لأن الحديث جاء عن طريق زيد بن جبيرة عن داود بن حسين النافع عن ابن عمر. قال البيهقي: تفرد به زيد بن جبيرة. قال البخاري: منكر الحديث جدا، منكر الحديث جدا. نعم. الحديث ما يؤخذ من هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، والحديث ضعيف لا تقوم به حجة على حكم شرعي. نعم. فبناء عليه، فالمواطن السبعة بعضها ثبت النهي عن الصلاة فيه من طرق أخر، فهذه يكون منهيا عنها، وأما التي لا يوجد لها دليل غير هذا الحديث فهي تبقى على أصل الإباحة والطهارة، ليه؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري ومسلم. قال عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام، قال رحمه الله: أما أدلة المواطن، أدلة المواطن المحرمة فهي المقبرة والحمام. المقبرة والحمام. طيب، قال رحمه الله: تقدم دليل المنع فيهما في الحديث الذي قبل هذا. في الحديث الذي قبل هذا، يعني قبل هذا الحديث، يتكلم رحمه الله عن بلوغ المرام، يشير إلى حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. قال رحمه الله: المقبرة والحمام تقدم دليل المنع فيهما في الحديث الذي قبل هذا. آنيا أعطان الإبل، لما روى أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، لا تصلوا في أعطان الإبل. مفردها عطن، الأعطان مفردها عطن. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في أعطان الإبل. ثالثا الحش. قال ابن عباس: لا يصلين أحدكم في حش ولا في الحمام. قال ابن حزم: لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. والحش هو مأوى الأرواح الخبيثة. نعم. قال: المجزرة هي موضع نجاسة لما يراق فيها من الدماء المسفوحة النجسة، ولذا تحرم فيها الصلاة. والمزبلة هي ملقى
الكناس والقمامة والفضالات فتحرم فيها الصلاة، وأما قارعة الطريق فهي الطريق العامة. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال صاحب مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، قال: تنبيه، تقييد المقبرة بكونها للمشركين هو قول ابن حبيب، قال: لأنها حفرة من حفر النار، وألحق بها مقابر المسلمين، إذا نبشت لتحقق النجاسة. وقال ابن العربي في الأحكام عند قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والنهي عن المقبرة يتأكد إذا كانت المشركين، لأنها دار عذاب كالحجر. وفي صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. والذي يترجح والله أعلم أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، لا تجوز الصلاة في المقبرة سواء كانت للمسلمين أو للمشركين، للمسلمين أو للمشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الصفة، إلى ذكر صفة الثوب في الصلاة، صفة الثوب في الصلاة. قال رحمه الله: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص. الدرع هو القميص، وهو ما يسلك في العنق بحيث يغطي البدن والرجلين. ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل. انظر نيل العطار للشوكاني رحمه الله. والرداء ما يلتحف به، ويشترط فيه أن يكون كثيفا بحيث لا يصف جرم العورة. قوله رحمه الله: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوحشا به، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان. متفق عليه أيضا. نعم. واعلم أنه قد اختلف في ستر العورة، فقيل إنه واجب وليس بشرط، وقيل شرط ماء الذكر والقدرة، وهو الراجح والله أعلم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ماء الذكر والقدرة، وقيل سنة. أما دليل الوجوب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحديث سلمة بن العكوع قال: قلت يا رسول الله، إني رجل أتصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، زره ولو بالشوكة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أما دليل الشرطية فحديث أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتصلي المرعة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والصححة وابن خزيمة وأعله دار قطني بالوقف والحاكم بالإرسال. أما دليل السنية فحديث سهل ابن سعد قال: كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم، الأزر جمع إزار، كالحمار والحمر، على عناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أمهم وعلي بردة مفتوقة، فكنت إذا سجدت تلقصت عني، وفي رواية: خرجت استي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم. الحديث رواه البخاري، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. قال رحمه الله: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، وفسر الدرع بالقميص. نعم. ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه، الأكتاف جمع الكتف، وليس على أكتافه منه شيء. ويكره أن يصلي، أي أن يصلي الرجل بثوب ليس على أكتافه منه شيء، ليس على أكتافه منه شيء، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله: فإن فعل لم يعد، فإن فعل لم يعد، أي المكروه بأن صلى ولحم كتفه بارز مع القدرة على ما يستره به، لم يعد ما صلى مطلقا لا في الوقت ولا بعده على المشهور. انظر كفاية الطالب. نعم. قال: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ. الحصيف أي الكثيف الساتر، والسابغ أي الكامل التام. الحصيف أي الكثيف الساتر، والسابغ أي الكامل، الكامل التام. نعم. قال: الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به. يستفاد منه أن بطون قدميها لا تعيد له وإن كان من عورتها، فإن صلت بادية أو بادية ظهور قدميها أعادت في الوقت، أعادت في الوقت. قوله تتقنع به أي تستتر به، تستتر به، أو نقول تتقنع به أي تستر به شعرها وعنقها، تستر به شعرها وعنقها، وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. قوله رحمه الله: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس، إلى آخر ما قال، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. في الباب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. رواه أحمد والنسائي وصححه. قوله: وتباشر بكفيها الأرض في السجود، في السجود مثل الرجل، مثل الرجل. قال: في مسالك الضلالة، أي لا يجب عليها سترهما لأنهما كالوجه، ليستا بعورة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: الوجه والكفان. رواه البيهقي عنهما. ولحديث ابن عمر في الحج، وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. رواه البخاري. رواه البخاري. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.